سلام، أنا أبونا إبراهام عزمي، وأحب أخد حضراتكم لجولة في السبورة الإلكترونية بجامعة هولي صوفيا. أول حاجة هيوصل لحضرتك اللوجن والباسورد بتاعك، فأنا أخش هنا باسم واحد اسمه كوبتيك ستودنت. أول ما تخش هتيجي عند حاجة اسمها الداشبورد، دوت عبارة عن الرسائل اللي بتيجي لبعض وتيجي من الجامعة وتيجي من الأساتذة، تحت هوم وبعد كده البروفايل. ده كل ما يخصني أنا كطالب في الجامعة. أبص ألاقي إنه أول حاجة البولتن بورد برضو دوت الرسائل، بعد كده الانفورميشن، ده دي المعلومات عني، أدي تليفوني، وبعد كده الإيميل بتاعي. ممكن أحط العنوان بتاعي مثلا، اد هنا اقول له حط عنوان، وبعد كده دوت ما يخص الدراسة بتاعتي كطالب. فبيقول لي ان انا هنا بدرس ماجستير علوم المشورة بكلية هولي صوفيا، وماجستير المشورة بجامعة هولي صوفيا، واخش في الريجستريشن دوت اللي انا مسجل ايه. فانا مسجل في كورس واحد اللي هو مشورة الجسد دراسة كتابية، اللي بيعطيه دكتور عادل حليم. بعد كده أخش على الناحية المالية علشان مصروفات الجامعة. هنا مصاريف الكورس ده $200، وده من غير أي سكولارشيب. وهنا ممكن أدفع، لأنه لازم طبعا أدفع قبل بداية الدراسة. لما أجي أدفع هدوس هنا أقول له make payment، وأقول له عايز أدفع أدي بالكريدت كارد، وبحط هنا معلوماتي كلها وبقول له إيه أدفع دلوقتي. بعد كده أنا هطلع، كل ده تحت البروفايل ماي بروفايل. بعد كده أنا هطلع إلى ماي كورسز، ودي أهم جزء بقى. ماي كورسز ده اللي هي الكورسات بتاعتي. فأدي كورس الجسد دراسة كتابية، لو دوست عليه هياخدني برضو في الأول للداشبورد اللي هي أي رسائل تتكتب أو أشوفها. ولو دخلت على الانفورميشن أهو، هخش على المعلومات عن الكورس ده. تلاحظوا مثلا إنه بيقول لي وصف للكورس. الكورس ده بيقدم دراسة تفصيلية عن الجسد الإنساني برؤية كتابية نفسية وطبية. وبعد كده يقول لي إنه أستاذ الكورس ده دكتور عادل حليم، ولو دوست عليه كده بياخدني لدكتور عادل حليم. يعني ادي صورته ومعلومات عنه مثلا. وبعد كده اهم حاجه في الكورس اللي هي تالت خانه دي، اللي هي assignments، دي الواجبات. لو دوست عليها كده هتاخدني لجدول كبير للواجبات، والجدول ده متقسم بالاسابيع. فدلوقتي الاسبوع الاول هتلاقي فيه قرايه وكتابة بحثية ومناقشة وكتابة جورنال. فالقراية مثلا أشوف دكتور عادل حليم بيقول لي أقرأ إيه، فبيقول لي هنا اقرأ من كتاب الجسد اللي هو منزله الباب الأول، وبعد كده اقرأ كمان في محاضرة لماذا ندرس موضوع الجسد، ودي PDF. ألاقي الكتاب فين والمحاضرة؟ شوفوا في الإنفو ده أهو، هلاقيهم على اليمين هنا، شايفين هنا على اليمين الجزء ده كده على اليمين ده. فأدي البي دي اف اهو، لماذا ندرس الجسد، وعملوا بي دي اف جميل خالص. ما أهمية دراسة موضوع الجسد في علم المشورة، ويبتدي يتكلم فيه. بعد كده لو عايز أقرأ الكتاب، أدي كتاب الجسد أهو، بفتحه وبشوف الباب الأول أهو، وبيقول لي أقرأ الباب الأول وأقرأ وخلصه. وبعد كده هروح للموضوعات الـ assignments اللي هي الواجبات كلها. يقول لي اكتب كتابة بحثية، لو دوست عليها كده يقول لي إيه أكتب في إيه، كيف ينظر المسيحي إلى جسده، وكيف ينعكس ذلك على كل من صحته النفسية والروحية.
انا هنا عملت اكني كتبت موضوع، الموضوع ده وطلعته وظاهر هنا بتكتبه، واقول لك بتكتبه ازاي بطريقة شيكاغو، وبتطلعه هنا بتدوس على دي وتقول وتختار الفايل اللي انت عايز تطلعه. بعد ما بتختاره بيطلع فوق وبيشوف الدكتور. بس انا عايز اشرح لحضراتكم ازاي انك انت تستخدم طريقة شيكاغو للكتابة الاكاديمية. وانا هفتح فايل تاني اهو عن كتابة الابحاث بطريقة شيكاغو. اي بحث او اي كتابة اكاديمية يعني بطريقة شيكاغو بتتقسم لاربع اجزاء. هعمل كده زوم اوت. الجزء الاول وهو عبارة عن الكفر شيت، او بمعنى اصح الصفحة بتاعتي، عنوان الكتابة بتاعتي. بعد كده جسم الكتابة، وقال لي من صفحة لاتنين فده طول صفحتين. الازرق اللي شايفينه ده ده الشرح، علشان انا عملته كده علشان خاطر لما حضراتكم تشوفوه تاني تقرا تاني اتعملت ازاي. وبعد كده فهرس للحواشي، وبعد كده اخر حاجة المراجع. طيب تعالوا ناخد جزء جزء بالراحة. ادي الفايل بفتحه، او بفتح ان انا اعمل فايل جديد. عنوان الكتابة، بنزل لتلت الصفحة وبختار اسم للعنوان بتاعي. هنا الدكتور عادل بيقول لي كتابة عن موضوع الجسد، فأنا اخترت هنا مثلا كنموذج من آباء الرسل القديس بولس الرسول شاول الترسوسي. لما العنوان يبقى محتاج سطرين، يبقى أول سطر بحط نقطتين وبكتب العنوان الأصلي. وتاخدوا بالكم إنه الفونت هنا أكبر من الفونت بتاع الكتابة كلها باتنين فونت. الكتابة كلها ب14 مقاس 14، ده مقاس 18. بعد كده بنزل تلت تاني وبكتب اسمي كطالب، وبعديها اسم الكورس ايه، وبعديها استاذ المادة، وبعديها التاريخ. وبعد كده بخش في جسم الكتابة. جسم الكتابة مهم قوي افهم كم حاجة كده صغيرة عنه. هعمل زوم اوت برضو تاني. لازم الكتابة يبقى داير ما يدور واحد بوصة بعيدة عن حافة الصفحة. وبعملها ازاي؟ لو انا اروح للاي اوت واروح للمارجنز واقول له كاستوم مارجنز، واختار واحد انش واحد انش واحد انش واحد انش، يعني واحد بوصة، بيعملها لي بعيد عن كل دي. اول حاجة. تاني حاجة، ببتدي رقم الصفحة من الصفحة اللي هكتب فيها اللي هي دي، مش من الصفحة بتاعت العنوان. ولما اجي احط رقم الصفحة لازم بفصل الصفحة العنوان عن باقي اجزاء الكتاب او الكتابة. ازاي بفصله؟ لو انا بوصل في الاخر هنا خالص بعمل ايه؟ بروح جاي رايح ل اللي اوت، هنقول ده هنا كان هوم، اروح للي اوت تاني واروح للبريكس واختار نيكست بيج. نيكست بيج ده لما باجي اختارها بتروح تنط بيا للصفحه اللي بعديها. لما بروح الصفحه اللي بعديها ضروري قوي ان انا اجي على كليك على اضغط على اللي هو الهيدر، الحته الفوقانيه دي اللي احط فيها رقم الصفحه. هعمل زوم اهو واجي على اقول له انسرت اهو، واقول له بيج نمبر، وبختار ادي من فوق اقول له توب اوف ذا بيج، واقول له اختارها لي على اليمين. يعني كل ده انا بشوفه اختارها على اليمين وبحطها، يبقى تبتدي في الصفحة دي مش في الصفحة اللي قبلها. بعد كده الاحظ انه كل الكتابة على بعد السطور عبارة عن دبل عن بعض، المسافة دبل وليست مسافة سنجل. ازاي؟ بصوا لو انا هحول دي مثلا سنجل، لو انا عامل ده كده اروح لباراجراف اقول له اديني دي سنجل، شوف ضغطها ازاي سنجل،
لكن انا هرجع تاني اخليها دبل اهو، رجعت دبل، او ممكن من باراجراف اقول له هنا دبل ترجع لي. دي اول حاجة. تاني حاجة انه لما باجي ببتدي من اول السطر لازم اخش حتة في اول سطر من اي باراجراف، الحتة دي بتبقى عبارة عن نص بوصة. ازاي بخشها؟ انا هقول ان هي هشيلها من هنا اهو، وعايز اعملها هنا، بدوس على تاب اللي هو الكي اللي اسمه تاب في الكيبورد، ادوس عليه كده يروح مدخلها لي نص بوصة. بعد كده ما بحطش اي سطور زيادة بين اي باراجراف والتاني. دي اول حاجة. تاني حاجة انه عايز اشوف احط ازاي حاجة اللي اسمها الفوت نوتس، اللي هي الحواشي السفلية دي. ليه؟ اهميتها ايه؟ اي حاجة بكتبها، اي معلومة بذكرها هنا، لابد ان انا اقول انا جبتها منين. يعني ما ينفعش احط حاجة في الحاشية اكون انا جبتها من مثلا عظة صوتية او سمعتها في التلفزيون، لا، لازم مرجع، والمرجع ده لازم اي حد يوصل له. بمعنى انه المعلومة الاكاديمية لازم تبقى متسلسلة، ما تسقطش، ده جاب من ده وده جاب من ده جاب من ده، عشان تبقى ليها اثبات وحيز. بمعنى انك لما بتعمل بحث اكاديمي بتضيف الى المكتبة العالمية للمعلومات الاكاديمية. فتعالوا نشوف نعمل الكلام ده ازاي. انا هعمله بره، انا مثلا اخد الباراجراف ده كله مثلا، هنا مثلا اخده ده كوبي، وافتح له صفحة مختلفة خالص، وهعمله بيست اهو، نزلته. وبص خدوا بالكم في الاول، يعني انا لو انا هنزله هشيله تاني واوريه لكم تاني اهو، انا عايز اقول له انزل اهو. خدوا بالكم لما نزلته هنا نزل انه سنجل مش دبل المسافة بين السطور، وطبعا هحوله بالعربي لما اعمله كده، لازم احوله لدبل، بعمله ادي دبل اهو بقى دبل. وزي ما قلنا لازم اخش جوه نص بوصة لما انا ادوس على التاب اهو، دخل اهو. حلو خالص. عايز بقى ايه اقول؟ اللي انا كاتبه هنا جايبه منين؟ بولس رسول الامم العظيم كان اسمه العبري شاول الترسوس اي مطلوب. مين اللي قال لك يا بونا انه اسمه مطلوب؟ اروح جاي انا، اروح انا جبته مثلا من كتاب لدكتور مثلا موريس توادروس عن بولس الرسول، طلع مثلا في الكاتدرائية سنة مثلا 2013 مثلا. فانا بكتب اعمل ايه، اروح جاي راح للريفرنسز، شايفين كلمة ريفرنسز، وحطت هنا المؤشر هنا اهو في الحتة دي هنا، وادي الريفرنسز، واختار انسرت فوت نوت. اول ما ادوس عليها كده يروح مديني رقم واحد، اخليه بالعربي اهو، على اليمين يبقى بالعربي اهو. طب انت جبت المعلومة دي منين يا ابونا ابراهام؟ فانا اكتب اقول ايه، اول حاجة ابتدي باسم المؤلف، يبقى اللي كتب الكتاب ده، يبقى انا هختار هنا او هكتب هنا دكتور موريس طوادروس، الكتاب اسمه ايه؟ بولس الرسول. هو فعلا كان هو كتب فعلا كتاب اسمه بولس الرسول. ونقول مثلا اسمه ورحلاته مثلا. طيب ده طلع فين؟ طلع في القاهرة. منين؟ من الأنبا مثلا، أنبا أخطيت، الأنبا رويس، أنبا رويس مثلا. سنة كام؟ سنة هنقول 2013 مثلا. طب انت خدت دي من أنهي صفحة؟ خدتها من صفحة 35، كتب دي في صفحة 35 في الكتاب. يبقى لما واحد كده يجي يقرأ البحث بتاعي يقول لي انه اول انت كاتب هنا انه هو اسمه معناه مطلوب، قريته فين؟ يجي يبص هنا واحد يلاقي تحت من واحد اللي كتبه كده دكتور موريس طوادروس،
بولس الرسول ورحلاته في القاهرة، الناشر أمبرويس 2013 صفحة 35. طيب نكمل. وتسمي بهذا الاسم سفر أعمال في أعمال 13، ومن ذلك الوقت إلى آخر سفر أعمال دعي بولس ومعناها الصغير. يقول طب أنت جبت منين المعنى ده؟ أقول له برضو في الكتاب بتاع الدكتور موريس توادروس. يقول لي طيب لازم أكتب له، أقول له جبتها منين بالظبط؟ أدي ريفرنس انسيرت نوت، عمل لي حط لي رقم 2، هعمله بالعربي. أدي بالعربي عشان تجيبه على اليمين. وبعد كده شوف خد بالك أهو رقم 2 أهو. قول مثلا أنا مش المفروض أغير لونه، بس أنا مغير لونه في الفايل ده علشان أوريكم هو فين. أدي رقم 2 أهي ماشي. طيب ده مرجع مين؟ دكتور موريس توادروس. طب هكتبه كل ده؟ ما أنا كاتبه قبل كده في السطر اللي قبليه. لا، هنا بلخصه. ممكن أعمل إيه؟ ألخصه مثلا باسمه الأخير توادروس مثلا ماشي. وبعد كده بولس الرسول، مش ضروري ورحلاته، بولس الرسول. وبعد كده مش ضروري اكتب بقى الأنبروس والقاهرة والكلام ده كله، ولا 2013 انه معروف. بس ده من صفحة ايه؟ لا ده كان من صفحة حقيقة 46، جاي كاتب صفحة 46. حلو قوي، نكمل فوق. وراح قال ايه بقى؟ وظن البعض انه اخذ الاسم من سرجيوس بولس ولكبرس، وهذا مستبعدا جدا. يقول لي طب انت جبتها منين دي؟ اقول له برضو جبته من نفس الكتاب. يبقى اعمل ايه؟ اروح جاي ريفرنس واقول له انسرت نوت، ودلوقتي بقى رقم 3. اروح جاي اعملها بالعربي، ادي بالعربي اهو. تكتب ايه هنا بقى؟ مش بقول الخصه تاني توادروس بولس الرسول 46، لا ممكن اكتب ايه بقى؟ اكتب نفس المرجع، بس اكتب الصفحه بقى. ده كان من صفحه كام؟ اه ده كان من صفحه 51. حلو خالص، نطلع فوق. يبقى دي رقم كام؟ دي رقم 3. فين رقم 3؟ اهي. ولكن الراي السائد وهو الصواب هو أن شاول كان له اسم آخر معروف به عند الأمم هو بولس. يقول له طب أنت جبت دي منين؟ إن دي كان عند الأمم ومعروف بهذا الاسم. أقول لهم أنا جبتها برضو من دكتور موريس توادروس مثلا، يعني عشان أبقى صادق. أنا ما يعني أنا بفترض يعني. أروح جاي أنا أعمل إيه؟ أروح للريفرنسز أقول له انسرت برضو أهو، أخليها عربي. أروح جاي أعمل كده. طيب ده كان صفحة ايه؟ اقول له ده برضو كان في صفحة، ده رقم 4، كان نفس المرجع صفحة 51. طب هنا اكتب ايه؟ بسيطة جدا، هكتب الاتي. هنا بقى اكتب ايه؟ اكتب نفس المرجع، ومش هكتب الصفحة، انه ده معناه اعتمد على اللي فوقيه. فبسيط أو شفتوا ازاي بنعمل الحواشي السفلية. ده اللي عملناه في الفايل ده اهو. ادي دكتور موريس توادروس وادي الفكر اللاهوتي عند القديس بولس الرسول. هو الكتاب اسمه كده، انا بس كتبته مثلا اسمه بولس الرسول ورحلاته. وده طالع في القاهره من امبرويس مثلا 2010 صفحه 26 مثلا. توادروس الفكر اللاهوتي زي ما قلت لحضرتك، وبعد كده نفس المرجع بس لو صفحه مختلفه، وبعد كده لو صفحه بتتقرب. هو خلصت ده الحواشي السفليه. في حاجه تانيه ممكن بتستخدم لما باخد حاجة من مرجع تاني. دي عبارة عن ايه؟ حاجة لطيفة قوي، ان بجيب اللي قاله بالظبط مثلا مرجع عن حاجة معينة في اكتر من 5 سطور. لو 5 سطور واكتر لازم احطها في حاجة اسمها بلوك. بلوك يعني
يعني جزء كده ايه على بعضه. طب ده دي طريقة في الكتابة في شيكاغو ستايل. ايه الطريقة؟ خليني ارجع ده اكنه دبل سبيس اهو، ماشي، وارجعه. خدوا بالكم ده داخل جوه كله، لا هطلعه بره ما عدا اول كلمتين، اول كلمة قصدي، فانا هطلعه بره كده. ودي اول كلمة او اول سطر داخل كده، احنا تعودنا كده. عايز اقول ان ده متاخد من مرجع، جاي هايلايت ده كله، واجي على الباراجراف، اروح عامله سنجل، لازم يبقى سنجل عشان يبقى واضح العين تروح جايبه على طول، اهو سنجل. ولابد اشيل المسافة الاولانية دي، شلتها، واجي هنا في ده كله اهو، اقول له ايه، دخله لي جوه كله مع اكنه في اول سطر من الباراجراف. ليه؟ لانه دوت بلوك على بعضه، اي واحد يعرف ان انا واخده من حته مش انا اللي كاتبه. اعمله ازاي؟ اجي هنا على الحته دي اقول له اطلع لي بره كده اهو، نص بوصه، طلع كده وباين اهو. طب لازم اكتب انا خدته منين، بعمل زي ما عملت قبل كده، بحط كده المؤشر وبقول ريفرنس، اقول له انسرت نوت، نزلها لي رقم 7، وده من كتاب ابونا متى المسكين عن القديس بولس. تلاقي مثلا الريفرنس اللي قبل كده 6 ده جبته من ابونا متى المسكين. الكتاب اسمه القديس بولس الرسول، حياته ولاهوته واعمال، منين او طالع فين؟ القاهره، ودي ربو مقار، وسنه كام، وفي الاخر بكتب صفحه ايه. شفتوا ازاي؟ خلصت الكتابه وخلصت الحاجات اللي انا استخدمتها. يبقى تالت جزء وهو فهرس الحواشي، سهل قوي. فهرس الحواشي كوبي وبيست، اروح انا اجي على كل المراجع دي مثلا خدتها كوبي، وارجع اعمل لها بيست هنا، دول وراهم. طب اعملها ازاي؟ خدوا بالكم هنا اصبح ايه، اصبح انه سنجل مش دبل. شوفوا هنا ده سنجل وده سنجل، فعلا المراجع كلها من هنا بقى فهرس الحواشي، والمراجع الاخيره دي بتتعمل سنجل. وبعد كده لما بخلص المرجع ده، مرجع واحد او حاشيه واحد، اديله مسافه سطر فاضي، حاشيه 2 سطر فاضي، وهكذا. وبرده بخش اللي هي النص بوصه دي بالتاب. خلصت الجزء الثالث زي ما قلنا، ادي اسم المؤلف، اسم الكتاب، منطقه النشر، الناشر، السنه، وبكتب هنا فهرس الحواشي، واخدها هي رقم الصفحات. يبقى لما واحد عايز يخش هنا يشوف ايه دول، 4 دي هيشوفها ورا، يلاقيها ورا في الصفحه اللي موجود فيها الحاشيه دي. اخر حاجه بقى المراجع. المراجع دي بتتكتب بطريقه لطيفه قوي برضو، سنجل، الخطوط بينهم من بعض سنجل. بس خدوا بالكم هنا بقى، السطر الثاني اللي دخل حاجه اتلخبط. الحواشي وجسم الكتابه دايما السطر الاولاني هو اللي يخش جوه، لكن في المراجع السطر الثاني اللي يخش جوه. نعمله ازاي؟ بسيطه قوي. بصوا انا هرجعه لان هو من غير الدخله السطر الثاني اهو، وده سنجل اهو، انتوا شايفين هو سنجل لاين. بعمل ايه بقى؟ اجي على باراجراف واجي على سبيشال هنا، اقول له ايه، هانجينج، وادوس اعمل لي السطر الثاني ايه لجوه. ومش تاني، ممكن الكتاب يبقى طويل قوي عنوانه، التاني والتالت والرابع كله لجوه، لكن اول حاجه هو لبره. الحاجه الثانيه الغريبه قوي، بيستخدموا دايما الاسم الاخير من مؤلف هو اللي يبتدي بيه في المراجع. احنا قبل كده لقينا كتبنا في الهوامش او الحواشي السفليه، كتبنا ايه، كتبنا الاسم الاول في الاول. المراجع بنكتب الاسم الاخير، هو اسم ابونا متى المسكين، يبقى المسكين ابونا متى قديس بولس، واسم الكتاب كله، وبعد كده
القاهرة، بعد كده تدير فين النشر، وسنة إيه السنة، توادروس دكتور موريس، وهكذا. فالطريقة دي بتخليني لما أروح مثلا في مؤتمرات دولية وأعمل عرض للبحث بتاعي، الكل يبقى فاهم هو مكتوب إزاي. ما أقدرش أكتب حاجة غير كده. كل اللاهوتيين وكل الأبحاث اللاهوتية في العالم كله بتستخدم طريقة شيكاغو. في طرق كتيرة تانية، يعني في حاجة اسمها الـ AP Style بتاع American Psychiatric Association، ما بتستخدمش الطريقة دي، لكن الأبحاث اللاهوتية كلها بتستخدم الهوامش السفلية أو الحواشي السفلية تحت خالص، علشان خاطر الناس تتابع بنفس الأسلوب في أي حتة تاني. دوت طريقة الكتابة، وأتمنى إن هي تكون واضحة لحضراتكم، وإلى اللقاء في موضوع تاني يخص جامعة هولي صوفيا. أشكركم.